لقينا تقريبا ما يقارب شي 8 شجرات مهرسين. مشينا عند المجلس، خبرنا السلطات المحليه، خبرنا الدرك الملكي. الدرك الملكي خرج حتى لهنا وشاف المسائل كامله. مشينا عاودنا غرسنا ثاني داك الشجر اللي تهرس. عاودنا مشكوره الجمعيه ديال الاصدقاء الاخير بشخص الرئيس ديالها والاعضاء ديالها كاملين، عاودوا ثاني غرسوا الاشجار وكملوا داك الشيء اللي بقى لهم ديال التشجير. فاذا بنا اليوم مع الصباح تنتفاجئوا بان تهرسات اكثر من 12 ولا 13 الشجره، وهذا الشيء راه حشومه وعار. إذا بغينا التغيير وبغينا نتقدموا، وحنا وانا كشاب من الشباب ديال اولاد قناو وبغينا التغيير، راه حشومه هادشي، خصوصا الا كانوا الشباب اللي تيدفعوا يديروا بحال هاد التسميد. لان واحد بعقله وواحد بضميره ما يقدرش يهرس شجره، لان هذيك الشجره عندك شي مشكل مع الجمعيه ديال الاصدقاء الخير، او لا اشخاص من جمعيه الاصدقاء الخير، او لا اشخاص من جمعيات اخرين، يخرج لهم ديريكت. وبدوريته انا تنستنكر هذا الفعل الشنيع وتندد به، وتنطالب من السلطات المحليه دير الدور ديالها، تقوم بالدور ديالها، والدرك الملكي يقوم بالدور ديالو، ويفتحوا تحقيق في هذه القضيه دي. لان الا سكتنا على بحال هذه الحوايج هذو شنو غيكون في قادم الايام؟ كان بفعل فاعل، يعني باش يجي واحد ويقرض شجره اللي ما دارت لي حتى حاجه. اننا طلبنا ناس اللي عطاونا الاشجار وقفوا معنا وتيسقيوهم وبادلين معنا مجهودات، والشباب عير مجهودات شخصيه ديالهم باش يجيبوا هذه العمليه التشجيريه اللي بيئيه، ويجي واحد عادم الضمير. هذا ما عرفتش انا كيفاش غنوصفه. شجره ما دار حتى حاجه، شنو الذنب ديال الشجره؟ شنو هو الذنب ديال الشجره؟ عندك خلاف معايا ولا مع الرئيس ديال الجمعيه ولا مع الجمعيه بصفه عامه؟ الشجره مالها؟ وحنا تنهضروا دابا على الشارع الكبير اللي توا تيتعرض العديد من المرات للتكسير ديال الاشجار ديالو ديال النباتات اللي قامت عليها المجلس الجماعي ديال العياطه ولاد قناو. حنا دابا تنتسناو واحد رده فعل من المجلس على هاد الاشجار اللي تهرست دابا، لان هذه ممتلكات عامه تتشارك فيها لا المجلس لحقاش نهار غرسناهم بشراكه مع المجلس الجماعي ومع السلطات ديال وزاره الداخليه. وفاش تنجيو الغد مع الصباح وتنصيبوا الشجرات مقروضين، تفاعلوا معنا بعض الجمعيات الاخرين استنكروا هذا الفعل الشنيع اللي قاموا به هاد عديمي الضمير باش يهرسوا شجره ما دارت حتى حاجه. الشجره اللي كتساهم في باش تعطيك واحد الاكسجين نقي، باش تعطي واحد الرونق وواحد الجماليه لهذا الشارع هذا في المستقبل، تعطيك الظل، تعطي الوليدات تاع المدرسه، لان ديال الطريق ديال المدرسه بالنسبه لهذا الدوار هذا. وباش يعني هذا الشيء تيحز في النفس، راه حنا معصبين بزاف ومرتبكين، لان المره الثانيه المطلب ديالنا نريد موقف واضح من المجلس الجماعي على هاد الافعال هذه ديال التكسير ديال الاشجار للمره الثانيه على التوالي. يعني هادشي ماشي صدفه. ما حدهم تغرسوا النهار الاول تقرضوا الليله ديال هذاك النهار في الليل، وما حدهم ثاني اليوم غيصبحوا ثاني مهرسين لك ثاني واحد 10 ديال الشجرات. يعني هادشي فعل فاعل ومدفوع وعارف ليش جاي. حنا تنطالبوا وزاره الداخليه في شخص السيد الخليفه ديال السيد القائد والسيد القائد والرجال ديال الدرك الملكي يفتحوا تحقيق معمق، نعرفوا شكون هذا الشخص هذا اللي تيجي تيقوم بهذه العمليه. وما غاديش نسكتوا على هذا الشيء، وتنتمناو ما نوصلوش حوايج اخرى، تنتمناو التحد هنا. اللي عنده شي خلاف مع شي جمعيه يخرج للجمعيه ديريكت. التخريب ديال النباتات ما يبغيها حتى واحد. المجلس قام باللي عليه، جا دار معنا شراكه، حضروا المستشارين والنواب ديالهم وغرسوا معنا والتقطنا صور وكلشي داز الامور بخير وعلى خير. واش عندهم مشكل مع الدوار؟ واش الدوار ما باغينوش يتقدم؟ واش الدوار ما باغينوش يتحسن المستوى العيش ديالو؟ لان الدوار باقي حوايج اخرى خصنا ندوزو ليها، ولكن هذا ماشي الوقت ديال الدوار دابا. غادي تجي ان شاء الله المناسبه قادمه غندخلوا للدوار باش تشوفوا الوضعيه الكارثيه، لان ما خافيه اعظم. حنا غنحدوها دابا في الشجرات. تنتمناو من المجلس الجامعي دي رساله، لان باقي ما صدرش منه لا بيان استنكاري ولا دعم للجمعيه ومساندتها في هذه الافعال الشنيعه. حنا ما بغيناش نبقاو نطولوا بزاف، الهضره راه بزاف. تنتمناو من هذا الشخص حتى هو الا كان مدفوع يراجع حساباته، لان الله سبحانه وتعالى راه ما غاديش تخرج لك سالكه، راه روح هذيك قرطيها. وتنقول لك من هذا المنبر، خلينا لك الله سبحانه وتعالى ياخذ فيك الحق.